الجزائر بلد الشمال الإفريقي والذي عاصمته تدعى الجزائر، فالتسمية جاءت من المنظور العربي على أنها مجموعات من الجزر وبالأخص الجزر الأربعة، لكن الحقيقة أن تسمية الجزائر معروفة منذ القدم، قديمة أكثر مما تتصورون كما سنشرح لكم. هناك من يقول أن هذه التسمية تنحدر من اسم قديم للبلد نفسه وكان يستخدم في القرون الوسطى عند الجغرافيين، وكان الاسم سابقا هو جزائر بني مزغنة والذي كان يعني جزر ابن مزغنة. وحسب كتب التاريخ فإن الجغرافي أبو القاسم إبراهيم محمد الكرخي هو أول من أطلق عليها اسم جزائر بني مزغنة، وذلك بداية القرن الرابع هجري. والحقيقة أن اسم الجزائر ذكر في العديد من الكتب القديمة والمراجع التاريخية، وذكر اسم الجزائر في الكتاب المقدس أكثر من 23 مرة. ومن كتاب قديم نذكر لكم هذه القصة الغريبة التي حدثت قديما. يوجد مكان بالصحراء اسمه واحة صبرو، وهذا المكان لا يجده البحاث عنه إلا من تاه بالصحراء، وهو واحة عظيمة النخل وكثيرة التمر. في يوم من الأيام خرج البعض من قبيلة بني قرة إلى مدينة أخرى للتجارة، وفي طريقهم تاهوا في الصحراء، وقبل نزول الليل توجهوا إلى ربوة عالية من أجل المبيت بها. وعند الوصول إلى هناك وجدوا واحة عظيمة النخل فحطوا للمبيت والراحة بها. عند قدوم الليل وبينما هم نيام فاقوا على أصوات غريبة تأتي من الجهة المقابلة لهم، فتوجهوا نحو ذلك الصوت، وعند اقترابهم منه أحس بهم هذا المخلوق فهرب، فذهبوا وراءه. وعند وصولهم وجدوا آثار قدم إنسان لم يروا مثلها من قبل، فرجعوا إلى خيامهم وقرروا أن يحرسوا الأولاد والنساء وقسموا أنفسهم للحراسة. وبعد مدة من مراقبة هذا المخلوق وحفظ أوقات خروجه قرروا أن يحفروا حفرة كبيرة في المكان الذي رأوا به آثار رجل هذا المخلوق الكبير. حفروها وقاموا بتغطيتها بأوراق النخيل ورجعوا إلى مخيمهم لانتظار هذا المخلوق العظيم. وعندما حل الليل أقبل هذا المخلوق فسقط في الحفرة، ذهبوا إليه فغلبوه بكثرتهم، وإذا هي بامرأة سوداء عظيمة الخلق مفرطة الطول والعرض، وكلامها لا تفقه فيه شيئا. تحدثوا معها بكل لغة يعرفونها فلم تجاوب منهم أحدا، وبقيت عندهم أيام وهم يتشاورون عن أمرها، فقرروا أن يفكوا أسرها ويلحقوها بالأحصنة لتدلهم عن المكان الذي جاءت منه. وعند إطلاقها لم يستطيعوا تتبعها لشدة سرعتها، ويذكرون أنها توجهت إلى رمال عظيمة تعرف بالجزائر كثيرة النخل والعيون. إذن هذه هي تسمية الجزائر كما جاءت في كتاب الممالك والمسالك للبكري في الصفحة 664 إلى الصفحة 665. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا للمتابعة والسلام عليكم.